احمد بدير، انت من مواليد برج ايه وشهر ايه بالتقريب؟ مش عارف بصراحه. الثور. شهر ايه ويوم ايه؟ مش مهم السنه. 1/5. احمد بدير، اول فيلم فاكره اشتركت فيه؟ انا فاكر اول مسلسل عملته وعمل لي جو مع الناس، كنت بعمل فيه شخصية، كنت مش يعني عقل وتعبان، كنت عقل تعبان كده شوية ومذهول دايما وماشي كده في قرية واقول هرس جاي هرس جاي. دي اول حاجة انا عملتها يمكن عرفت الناس بيا. حمام الملاطين اول لقطة. حمام الملاطين؟ لا، اول لقطه كان فاكرها. اول لقطه كنت فرحان قوي فهببوني، مالوا وشي اسود خالص وضيق، وكان مستوقد فول وشايلوني قدره فول ودخلت. لما رحت اتفرجت في السينما يعني يمكن ما عرفتني، عرفت اللي حواليا بس ما عرفتش نفسي، يعني مش باين، بس كان جميل. اول اجر 50 جنيه. 12 جنيه في حمام الملاطين بعقد، مش باليوم، بعقد 12 جنيه. اشتريت بيهم ايه ال 12 جنيه؟ بنطلون جينز. لا، اشتريت لحمة وخضار وودت لاخواتي ودخلت السينما وهيصت. أول مرة قريت اسمك في أفيش مكتوب أحمد بدير بشكل يليق بيك وفرحت قوي، كان في إيه؟ مسرحية ايه ولا فيلم ايه؟ كان في مسرحية مبروك، كان اخر اسم، يعني كان الابطال وناس تانية كتير وانا اخر اسم، انما صورت الافيش وبقيت فرحان بيه جدا وعندي لغاية دلوقتي. استاذ حمدي احمد، تمسكك بالمبدأ في حياتك خلاك تسيب فرصة المسرح الكبيرة في مسرحية رايا وسكينة وتتخلى عن الأجر العالي اللي كنت بتاخده فرصة العمر، سبت المسرح من أجل تمسكك بالمبدأ، صح ولا غلط؟ ده مبدأ صح وأنا راضي تماما عن هذا التصرف ومش نادم عليه. أستاذ حمدي أحمد، بس لازم نقول إيه الحكاية لحسن. الحكاية أن أنا كنت في أيامها عضو في مجلس الشعب عند إيراد بولاك، وكانت المسرحية بتستلزم مني ان انا اسهر طول الليل عشان احضر الصبح الجلسات في المجلس، كان ده مش ممكن، والا اروح المجلس انا نايم، وانا ارفض ان انا اكون النائب النايم، وعندي مشاكل الناس لازم احلها، فكنت لازم ان انا اكون رايق، ما كنتش اقدر على السهر الكبير واصبح الصبح امارس عمل السياسي في مجلس الشعب. استاذ حمدي احمد، احمد بدير المفروض يجي كل يوم يسلم عليك ويقول لك متشكر جدا على فرصة العمر اللي اديتها لي، بيعمل كده لما بيشوفك ما بيعملش؟ لا، هو مش مطلوب منه يعمل، هو المطلوب ان هو يخبط على بيتنا بس ويديني مثلا 1% زي النقابة من اجره عن كل فيلم بيعمله.